ومن الأمور التي يفعلها بعض الناس في الزواج ويجعلونها من قبيل العادات أنه إذا عقد لشخص على ابنته ذبح ذبيحة هنا ليعلم أنه لو اكتفي بتلك الذبيحة أو بأي طعام بعد عقد النكاح يكتفى به عن وليمة الزواج ولا يلزم هذا. إن وضع وليمة لا إشكال في ذلك، لكن ليعلم أن وليمة الزواج تبدأ من حين العقد، بمجرد ما يعقد على المرأة وتوضع وليمة من لحم أو غيره، إن شاء الزوج أو أهل المرأة أن يكتفوا بذلك فلا إشكال في ذلك، لأن وليمة الزواج مختلف فيها بين أهل العلم هل هي واجبة أم سنة. على القول بوجوبها لو اكتفى بهذا فلا إشكال في ذلك، وهذا يدل على تيسير الشريعة لأمر الزواج.